مدام عفاف. مدام عفاف اللي دايما بتلاقيها ماسكة دفتر الحضور والانصراف، وهي عقدة كل الموظفين، بتضيع على الموظفين نص طاقتهم بس عشان يسجلوا حضورهم وانصرافهم. تلاقي الموظف وهو رايح زهقان وقرفان ومش طايق اللي حواليه، وعامل حسابه انه هيقف طابور قد كده. عموما لو عايز شركتك تتقدم، لازم تقرر انك تاخد الدفتر من اي مدام عفاف، ونبتدي نفكر صح. نفكر في اونكس اتندنس، اللي هيخلي كل موظف ما يحتاجش لدفتر ولا جهاز بصمه، ويبصم ويسجل حضوره وانصرافه في اي وقت ومن اي مكان هو فيه في تحديد موقعه. خلينا نفكر بايجابيه شويه. اونكس موبايل، اونكس اتندنس.